وفي كلمته أعلن رئيس السيسي انضمام مصر إلى الإعلان المقرر صدوره عن القمة تحت عنوان حماية المحيط وقت العمل، وكذلك إلى مبادرتي التحالف العالمي للمحيطات والتحالف على الطموح من أجل الطبيعة والبشر. كما دعا الرئيس السيسي المشاركين في القمة للمشاركة بقمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ. وتأكيدا على مساهمتنا في الجهد الدولي لحماية البحار والمحيطات، يسرني أن أعلن عن انضمام مصر إلى الإعلان المقرر صدوره عن قمتنا هذه تحت عنوان حماية المحيط وقت العمل، وكذلك إلى مبادرتي التحالف العالمي للمحيطات والتحالف على عالي الطموح من أجل الطبيعة والبشر، ونتطلع إلى العمل في إطار تلك المبادرات المهمة مع كافة الأطراف لضمان تحقيقهما للنتائج المرجوة. السيدات والسادة، أثق أن قمتنا اليوم ستخرج بنتائج إيجابية تعكس التزام دولنا بتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ وحماية البحار والمحيطات، وأتطلع في هذا الصدد إلى استقبالكم في شرم الشيخ خلال القمة القادمة لتغير المناخ، لنواصل معا حديثنا هذا لصالح حماية الحياة على كوكبنا لنا وللأجيال القادمة، وشكراً.